جوه كل واحد فينا خيط رفيع ودقيق ما بين الخير والشر. احيانا يغلب الخير وممكن ساعات بينتصر الشر. يتحول الصراع جوانا بين الابيض والاسود. النهارده ضيفتنا النجمه الكبيره والعملاقه وكمان سفيره السينما يسرى. برحب بيكي، كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم. رمضان كريم علينا جميعا يا رب. الحقيقه انا حابه ابدا معاكي من الدكتوراه الفخرية اللي منحتها لك الجامعة الأمريكية، وحابين نقول لك ألف 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 مبروك. شوف أقول لك دكتورة ولا سفير، ربنا يزيدك يا رب. وده يعني الحقيقة أنه وسام كبير على صدر أي فنان، أنه بعد العملاقة فاتن حمامة الجامعة الأمريكية بقى لها حوالي 20 سنة منحتش حد اللقب ده، فبنقول لك ألف مبروك وكلمينا عن إحساسك بيه. بصي، فرحتي بيه كانت غير عادية، ودي أكبر دفعة تخرج تم تخرجها من الجامعة الأمريكية، حوالي 621 تلميذ، ومن أكفأ التلامذة اللي موجودين في هذه السنة. فعايز أقولك لما دخلت عليهم هم كسروا الحاجز عني. يعني خايفة؟ هم جدا، كنت قلقانة جدا ومش عارفة هقول ايه، وانا لازم اقول السبيتش بتاعت التخرج بتاعتهم. كنتش محضرة حاجة معينة؟ لا كنت محضرة طبعا، لكن ما كنتش يعني كنت خايفة قوي. ان اصل بصي، لما بتقعدي بتسمعي سبيتش او بتسمعي يعني رسميات بعد شوية، بعد 5 دقايق بتزهقي. فانا بعمل حسابي دايما لو في عندي اي حاجة لازم اقولها او خطبة لازم اقولها تكون قصيرة، تكون to the point، يعني توصل على طول الرسالة اللي أنا عايز أتكلم فيها. فأنا كنت أهم حاجة في رسالتي بالنسبة لهم أن أنا كنت بقول لهم اوعوا تفتكروا أن الفشل في أول حاجة أو في أول تجربة ممكن ما يكونش هو طريقك للنجاح في تجربة أخرى. لازم ما تعتبرش أن الفشل اللي أنت ممكن تواجهه في حياتك يكون هي دي آخر المطاف. على الإطلاق ده ممكن جدا يكون مرحلة جديدة في حياتك توصلك لنجاح ما كنتش تحلم بيه. وتلقيتي بقى وانتي على المسرح قلتي الكلمة بتاعتك، ردود الأفعال بقى. أولا أول حاجة هم غنولي اللي هو حب خلي الناس تحب، فأنا غنيت معاهم. ما كانش ممكن أتصور أن السيناريو هيبقى بالطريقة دي، وهم اللي كسروا الحاجز اللي بيني وبينهم للأمان. فسعدت جدا بالإحساس ده وبالطريقة دي، وقلت السبيتش وخرجت عنه ورجعت تاني ليه. وعايزة أقولك أن بالصدفة البحتة كان ليه أصحاب كتير جدا ولادهم بيتخرجوا، فالفرحة أن الولاد حبوا السبيتش. يعني أنا بالنسبة لي كانت فرحتي الكبيرة أن الولاد حبوا السبيتش، انتفعوا بيه، انبسطوا بيه. ده اللي خليني أنا سعيدة، ما زهقوش مني. عايزين نقولك ويلكم باك، وحشتينا في الدراما. يعني اتاخرتي علينا، هم كام سنه قليلين. سنه قليله، بس حسينا انها بالنسبه لنا 100 سنه، مش متعودين انك يعدي علينا رمضان وانت مش موجوده معانا. وبنقولك الف مبروك على فوق مستوى الشبهات، محقق اعلى نسبه مشاهده دلوقتي في رمضان. الحقيقه المسلسل مش عارفه اتكلم على ايه ولا على ايه، كفايه بوجودك وطلتك علينا. القصه، الاخراج، شخصيتك شخصيه جديده علينا وواضح انها متعبه بالنسبه لك جدا. فيعني يعني نبدأ باختيارك وقبولك للسكريبت والسيناريو للمسلسل ده، كان تحدي بالنسبة لك؟ قلتي لا أنا هعمله. أكتر حاجة شدتك فيه إيه؟ بصي، أنا اللي جايبة الشخصية فكرتك يعني أصلا. أنا اللي جايبة الشخصية لأن في شخصيات كتيرة قوي في حياتنا بنقابلها كل يوم من النوعية دي. المنافقين دول، الكذابين دول، اللي بيقولك الحب والحياة واللطافة واللذاذة والتسامح وكل حاجة، وهم ملهمش علاقة بالكلام ده. دي من ناحية. من ناحية تانية لازم أرجع لك شوية لورا. إن لما قابلت الأستاذ هاني خليفة في أول مرة، كان الأستاذ عباس أبو الحسن هو لازم يكتب. فقعدت مع عباس وقعدت مع هاني جلسة مطولة أو جلسات مطولة، وكتبنا الباكراوند بتاع الشخصية دي، وخصوصا إن إحنا كنا بنجيب نماذج معينة من اللي بيحصل لنا في حياتنا. فاكر الموضوع الفلاني، فاكر كذا، فاكر كذا، ودفرناها في بعض. الدراما بتحتم انك انت تعملي مثلا جريمة قتل، تعملي حاجة بوليسية، يعني دي دراما. لكن الشخصيات دي موجودة في حياتنا كل يوم، بس احنا اللي مش واخدين بالنا منها، او احنا اللي بنكتشفها متأخر. as usual احنا دايما بنكتشف الناس اللي هي اللي بوشين دي متأخر، بعد لما يكونوا خربوا الدنيا يعني. الشخصية أنا اللي جايبها. أستاذ عباس عمل باكراوند ليها رائع. جت مريم نعوم هي ونجلاء الحديني كانوا هيكتبوها،
أخدوا الباك راوند اللي هو عباس كتبه وابتدوا يكتبوا، وأخدنا إحنا يعني خطوط منها، مش حاضر أقولك أخدناها كلها. هم كتبوا الحقيقة 5 حلقات، لكن إذا أردت أن تطاع أؤمر بالمستطاع، هي كانت بتكتب أساساً لنيلي، فما كانش ممكن إنها تكون مركزة معايا مريم، وما أقدرش أحملها أكتر من طاقتها، وما يصحش إن حد يكتب عملين في نفس الوقت. مين في حياتي يسرى فوق مستوى الشبهات؟ مين في حياتي شبه رحمة يعني، ولا فوق مستوى الشبهات في المطلق؟ في حياتك الخاصة من بعيدا عن المسلسل اللي ملهوش دعوة برحمة، عشان بس الناس ما تفتكرش انه رحمة. جوزي فوق مستوى الشبهات، بنعيد عليه ونقول له رمضان كريم. عايزة منك كلمة لعمر الشريف، فاتن حمامة، أحمد زكي. الأناديل اللي كانت منورة مصر بفنها وتاريخها وحضورها وقيمتها الفنية بتطفي بعديكم، فأنتوا بتاخدوا الشعاع، أخدتوا معاك، أخدتوا حتة من الاحترام معاك، وأخدتوا حتة من الفن الجميل معاك، أخدتوا معاني كتيرة معاك. تعليقات وصلت لك للمسلسل من ناس عادية مثلا ممكن تكون بتقابلك في الشارع، بتقابلك في التصوير، قالوا لك إيه، أو في حاجة غريبة قالوها لك، في حاجة ممكن تبقى ما كنتش متوقعها؟ بصي أنا طبعا كنت قلقانة في الأول إنه هل يا ترى الناس هتحب نوع الشر ده ولا لا، وده كان تغيير جلد كامل أو تغيير، يعني أنت دايما طالعة بشكل معين، مع إنك لو شفتي على مدى تاريخ الفني هتلاقيني عملت سايكوبات، هتلاقيني عملت شريرة، وهتلاقيني عملت خاينة، وهتلاقيني عملت كذا حاجة ما هياش الأخلاقيات اللي هي يعني هايلة ومشي على الأخلاقيات زي ما كان بيتقال، لكن هنا تغيير شكلا وموضوعا وأداء وتغيير لونه فائع بيتشاف وظاهر، فكنت قلقانة جدا، لكن أنا مش مصدقة قدر الناس. أولا أنا ما عنديش فيسبوك وما عنديش أي حاجة من دي، ففجأة بصيت لقيت الناس بيبعتولي مكتوب إيه على الفيسبوك وعلى تويتر، أنا فرحانة قوي، أنا فرحانة جدا. يعني في ناس يقول لك شرها حلو، حببتني في الشر، يا خبر اسود ما كنتش اتصور، لا ده وشها بيتغير كل ثانية مش عارفة ازاي، طب شفت المشهد اللي هي قتلت فيه، طب شفت اللي مش عارفة ايه، يا خبر شيرين ويسرى كل الجمال موجود. يعني التعليقات اللذيذة بتاعتهم دي هي، ودي ناس انت ما بتعرفيهاش، دي ناس بتقول بجد اللي هي حساه، فده شيء يعني متوج العمل. مكالمة السيدة ناجية لطفي أو مكالمتين بتوع السيدة ناجية لطفي بالنسبة لي توجوا لي العمل ده. بوسي مرات نور كلمتني، يحيى الفخراني أستاذنا العظيم كلمني هو ودكتورة لميس، ومش قادرة أحكي لك مكالمتهم يعني أو إزاي بيهنوني فرحتني قد إيه، لأن إحساسي أن ده شيء خاص جداً، يعني ده لي معنى كبير. بعض النقاد مثلا زي الأستاذ خالد كساب النهاردة كان كاتب موضوع حلو قوي وفرحانة بيه قوي قوي في الصفحة الأولى في المقال في جريدة المقال. تتابعي مسلسلات؟ عندك وقت تتابعي مسلسلات حتى تاني سنة؟ لا ما عنديش وقت، بس قد كده بحاول أشوف، يعني بتفرج على ونوس، بتفرج على مأمون وشركاء، بتفرج على جراند أوتيل وعجبني قوي، بتفرج على أفراح القبة وكلمت محمد ياسين ومونة. طبعا أفراح القبة فيه مجهود غير عادي، جراند أوتيل من أحلى الحاجات اللي شفتها، اللي هو إيه فين الوقت ده، فين الشياكة دي، فين إيه ده الزمن ده. فلا وتامر أنا بحبه جدا وبحب شغله وبحب شغل كل الناس، يعني أنا شايفة مثلا سوسن بدر بتعمل دور تحفة، هالة صدقي من في أحلى حالاتها، حنان مطوع في أحلى حالاتها، طبعا أستاذ يحيى الفخراني حدوتة، لبلبة من أجمل ما يمكن مع الأستاذ عادل، مصطفى فهمي من أجمل ما يمكن مع أستاذ عادل. يعني بصي في ناس عاملين مجهود، وهنا بقى هتقولي ان الدراما المصرية رجعت تاني بقوتها. عمل جديد ليسرى بعد فوق مستوى الشبهات يعني بتدرسي اليومين دول العمل الجديد؟ يعني بصي هو تامر كان كاتب أهل العيب، فأنا هشوف
مع تامر امتى هنخش اهل العيب ده، لانه بقى داخل دلوقتي على سنتين تاجيل، فهنشوف بس نخلص من السينما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سؤالي الاخير ليكي، مشهد ابيض واسود زمان بتحبيه ودايما بتحبي تتفرجي عليه او كان نفسك تقدميه؟ انا بحب باب الحديد، يوسف شاهين من دروستم في فينالة باب الحديد وهما بيقبضوا عليه وبيحطوا في سراية المجانين، ده بشوفه من أعلى المشاهد. يسرى كل سنة وانتي طيبة، رمضان كريم. وعلينا وعليكي وعلى جمهور الكريم وعلى كل حبايبنا.